كتنزل السيبورا ديال الماكينه. الاخوان كما كتشوفوا حاليا ان شاء الله غادي نانستالي واحد الماكينه. سي حكيم بارك الله فيك الشيخ. شنو هاد العمليه هادي؟ شنو كتسمى هاد العمليه؟ هاد العمليه الا غنفتحوا بها التابوت ان شاء الله غادي نديروا ميماج. التابوت ديال الموتى ياك؟ ميماج. المباراه ديالها عشان دوله يعني الكاب ديال التشويه. المهم الاخوان هما كما كتشوفوا هادو هما البيس ديالها. تعالوا معنا نشوفوا كما كتشوفوا الاخوان حاليا غادي نفتحوا جوج ديال المواكن ديال الباسور كونفورمون. معنا تبارك الله معايا الاخ عبد الرحيم، تهو تبارك الله يعني الاقدميه ديال المجال تبارك الله، تهو غادي يعاوننا في الانستالاسيون ديال هذه الماكينه هذه، لان الماكينه كبيره كتحتاج العوين ووحدك ما تقدرش تهزها. كما كتشوفوا الاخوان حاليا غادي نفتحوا جوج ديال المواكن ديال الباسور كونفورمون. معنا تبارك الله معايا الاخ عبد الرحيم، تهو تبارك الله يعني الاقدميه ديال المجال تبارك الله، تهو غادي يعاوننا في الانستالاسيون ديال هذه الماكينه هذه، لان الماكينه كبيره كتحتاج العوين ووحدك ما تقدرش تهزها لانها ثقيله. كما شفتوا تبارك الله فيها يعني 2.35 كيلو، راه صعيب تهزها بوحدك، يعني خصها على الاقل 4 الناس، خصها 6 الناس باش يقدروا يتعاونوا عليها باش ما تفرعلكش الدار ديالك الى غير ذلك. وبالنسبه للناس اللي كيسقسيو على الماشا، راه ديسبونيبل الحمد لله بثمن جد مناسب، يعني الحمد لله في طنجه كما قلنا الاخوان. وميماج رقم 1 في المغرب. تسمع يعني ميماج الاخوان راه معروفه، خلينا اصليه ان شاء الله ماشي كونتراباندو بحال اللي كيشدوا كيجيو كيشملوا واحد الساقه دي في دي تي اف. حنا ملي غنفتحوا الاخوان غادي نعرفوكم على شي حوايج مهمه الاخوان، ملي غادي نفتحوا هذه الماكينه هذه غادي نعرفوكم على شنو كيجي معاها، شنو هما الاسرار ديال الماكينه الى غير ذلك، تفهمنا الاخوان؟ فتبعوا الفيديو حتى الاخر وان شاء الله يعني يكون يعني في المستوى وكل شيء يستفاد منه، لان بزاف الناس كيضروا من هذه المبيعات بحال هذو كيضحكوا عليهم الى غير ذلك. الى فحنايا غادي نعطيكم كاع الاسرار وكاع داك الشيء اللي ما تقدروش، شنو هما المشاكل ديال هاد المواكن هادو واللي تقدروا تطيحوا فيهم تانتوما. المهم الاخوان بالنسبه للكاركتيرستيك ديال الماكينه، يعني باش تعرفوا القياس ديالها، هذا هو الطول والعرض ديالها، فيها 2.75 على 76 وكذلك على 66.5. وبالنسبه للوزن ديالها الاجمالي هو 235 كيلو، الوزن ديالها الصافي هو 210 ديال الكيلو، وهذا هو الرقم ديال لامبورطاسيون، يعني الكونتيتي شحال دخلنا 20 حبه، هذه الرقم ديالها 10 على 20، يعني الرقم ديالها 10. وكما كتشوفوا هذه الرقم ديالها 13 على 20، يعني هذه رقم 13. هنا الاخوان هذه هي الريفيرونس ديال الماكينه، هذا هو الريفيرونس ديال الماكينه، هذه الاكس بي 600 وهذه الاكس، هذه الدي اكس 7 كما كتشوف. يعني ان شاء الله هاد لي زيتاب هادو مهمين بزاف بالنسبه لاي واحد بادي وباغي يشري ماكينه ديال تراسور كرون فورما ديال مترو 60. هما كيكون فيها مترو 80 بالتشاسي بكلشي بالكاريناج، ولكن ماكينه بصفه عامه فيها مترو 60، يعني اكبر قياس كتدخل مترو 60. سي حكيم بارك الله فيك الشيخ. شنو هاد العمليه هادي؟ شنو كتسمى هاد العمليه هادي؟ العمليه الا غنفتحوا بها التابوت ان شاء الله غادي نديروا ميماج. التابوت ديال الموتى ياك؟ ميماج نمره 1 في المغرب. تبارك الله خويا، تبارك الله ما شاء الله. ديما الجديده خايشه. ضروري ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ها انتم الاخوان، واحد جوج ثلاثة، انا الاخوان ها انتم تبارك الله، ها انتم الماكينة تبارك الله كيفاش كتجي. هذا هما الباكاج ديالها كامل، داكشي ديال لانستالاسيون كامل، كلشي جديد الاخوان. هادو بيس ديالها ها انتم كومباليون، يعني ما تخافش شي حاجة كتجي محمية من كل مخاطر الاخوان. ها انتم الاخوان تبارك الله. وبالنسبه للماشين يعني الناس اخي هشام اللي بالنسبه يعني الناس اللي كتسرد لها برا طنجه ولا في طنجه كتخاف ان ماشين تتحرك ولا شي حاجه، غادي تشوف انا ماشين كتجي مفيكسيه. ها انتم الاخوان كتجي في باطو، يعني ما كيبقى لها حتى شي حاجه. يعني كتجي مفيكسيه من هنا لهنا، بعد فيسا تحرك يعني ما تخافش تقلب ولا شي حاجه. ها انتم الاخوان، يعني غادي تسافر المغرب كامل ما تخافش منها، يعني شاده بالفيسا شفتوا. إذا نبدأ على بركة الله. اللهم ارحم الجميع. هاي الماركة الإخوان.
باش نبين لكم مزيان ها هي ميماج هذه اوريجينال مع عند الشركه ما ملصقه ما حتى شي حاجه البيس ديالها هو هذا البيس اللي كيجي فيها هو البيس كامل هانتوما هاد الكارطه د ميماج هذه اللي كتثبت على ان الشركه د ميماج كتطيها فيها عاود الفيديو هذا هانتوما الاخوان انت اخي هشام هذه كتثبت على ان ميماج كاستيك الكارطه هذه والكودفار ديالها هذا كتب المعلومات ديال الماكين اللي كيوثق على ان ميماج شركه يعني هاد الماشين هذه موثوقه من عند ميماج يعني ماشي كونترا مانديه من السقه وصافي صافي اخوان يعني هذه كتسمى ديال الشركه يعني الا ما لقيتوش هذا الكتاب هذا كتعرفوا باللي ديك ميماج غير من السقه تفهمنا يعني انا خصك تعرف مسائل كيفاش ماشي هذه بواط دي شيت المداد انا اللي كابل لانستالاسيون هذه السورنج ديال بيرجاز هذو مسامر فهمنا يا اخوان داكشي تبارك الله هو هذا ها نشوف هذو هما البيس ديال الماكينه الاخوان ها داك المسامر اللي كنا هضرنا عليهم ها الماكينه فاش مشدوده شو يعني مربوطه ما كتحرك ما حتى شي حاجه السيبورات ديالها مشدوده مزيان وقياس تبارك الله اللهم بارك كبيره ها انتم مترو 80 بالكادر بكل شيء اخوان هانتوما كما كتشوفوا دابا هذه حينا اللي جبدناها صافي رجعوا الدراري هذه شحال هذيك البشره عاود المهم الاخوان هما كما كتشوفوا هادو هما البيس ديالها دابا حاليا غنغطيوها لان جبدناها صافي غطيو الدراري هذه كما كتشوفوا ها هي الماكينه تبارك الله كبيره هانتوما ها الماكينه كبيره هذه اللي كطبع داك الباش الفينيل داك الكرون فورمال كبيره هي هذه الماكينه تبارك الله ما شاء الله هانتوما اللوغو ديالها كلشي هو هذاك هذا هو الدرع واحد الضوء عبد الرحيم شوف هو تما الضوء صحيح راهو مع هذيك الحاجة هذيك الحاجة الدرو لو صادق عيد تكاسيني هذه ديال لونغ خياك هذاك كيت في درا فيهم لونغ أسامة غير مشي موراهم ولا شني أنا غنقول لهم مشي موراها تما يدبر راسهم طب بتفرق نصحك ان الماكينه
نخدمك شويه. بسم الله. هما الاخوان بالنسبه للكاريناج حالينا هو واجد كامل. هنا السيبور هنا فين كتنزل الماكينه دابا راه تقريبا لانستالاسيون تقريبا كامله مساليه. دابا غادي نحطوا الراس الكبير ديال الماكينه ونخليكم تشوفوا معنا. دابا حنا سالينا لانستالاسيون كامله كما كتشوفوا الماكينه تبارك الله يا سلام. دابا غادي نحيدوا لها لومبالا ديالها باش نبداو يعني الكاب ديال التشوهات ولا تاج كما كتشوفوا. نجي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الاخوان هذوما كتشوفوا هانتوما تبارك الله ما شاء الله هانتوما الاخوان كتشوفوا هادشي رائع تبارك الله كلشي جديد هانتوما يعني تبارك الله ما شاء الله يعني ان شاء الله هاد الاخوان ماكينة راه اخر ماكينة ميماج دوريجين بالنسبة للناس اللي بغاو ان شاء الله كما قلنا لكم يعني من الاحسن تعرفوا فين تاخذوا هاد الماكينه هذه ولا يعني الا كان عندكم شكوك من الاحسن يعني تواصلوا معايا وان شاء الله نفيدكم بداكشي اللي كيخصكم كامل. خليكم تكملوا الفيديو. بسم الله قبل ما تنسوا شغلوا شغلوا ديك الديجيكتور فين زين الدين. بسم الله بسم الله حركتها هاد الفلتر وياه شويه